الليزك هو عملية بسيطة بنستخدم فيها جهاز الإكزايمر ليزر علشان نحدث تغير في شكل القرنية. التغير ده بيعقبه تصحيح النظر. مين اللي يعمل ليزك؟ أي حد ممكن يعمل ليزك بشرط إن الفحوصات بتاعته تكون تسمح له بالليزك. أنا النهاردة ما ينفعش أجيب لحضرتك قماشة 2 متر وأقول لك اعملي لي منها بنطلون وقميص وجاكيت ما ينفعش، لازم كل حاجة ليها مقاس معين. فلازم عشان اعمل ليزك اول حاجه يبقى النظر ثابت مستقر. دايما متعودين ان النظر بيثبت عند سن 18 سنه، في استثناءات عن كده ولكن 18 سنه هو السن اللي غالبا بيحصل معاه ثبات النظر. انا خدت قرار ان اعمل ليزك، اول حاجه بنعملها بناخد المقاسات ونطمن ان هي مستقره. تاني حاجه بنعمل تصوير قرنيه. التصوير ده بيدينا كل الداتا اللي احنا عايزينها عن القرنيه، زي السمك، زي معدل التكور، زي تضاريس القرنيه اخبارها ايه، كل الكلام ده بنقدر نتعرف عليه من خلال تصوير القرنيه. بعد ما نعمل الفحص ده بنقعد نشوف ايه العمليه المناسبه، لان في عيان مثلا بيبقى عنده مش بس ضعف ابصار، في عيان عنده استجماتيزم، في عيان عنده تشوهات بصريه، في عيان بيبقى عنده سمك قرنيه ضعيف. في عندنا دلوقتي انواع من الليزك كتيره، زي الليزر السطحي، زي الفيمتو ليزك، زي الليزك التفصيلي. كل نوع بيبقى محتاج يعني شروط معينه عشان نعمل العمليه دي، وده كله بنعرفه من الفحص. مجرد ما بنفحص كويس وبنشخص كويس بناخد القرار الكويس، ولو الامور مشيت في السايكل ده ان شاء الله العمليه تبقى كويسه والنتيجه بتبقى كويسه جدا جدا. عايز اعرف السن، هل في سن معين؟ بدايتنا 18 سنه الى ما لا نهايه. ممكن نعمل ليزك في سن 60 سنه؟ ممكن، لو العين سليمه ما فيهاش ميه بيضاء، ما فيهاش مشكله في الشبكيه، الامور مستقره نقدر نعمل كده. طب عيان عمل ميه بيضاء، اقدر اعمل له ليزك بعد 3 شهور عادي جدا، ما فيش اي مشكله. دايما ممكن مثلا وارد جدا بعد عيان يعمل ميه بيضاء وزرع عدسه يطلع عنده درجتين استجماتيزم، يطلع عنده درجه طول نظر او وات ايفر، اقدر اعمل له ليزك بعد 3 شهور واظبط له كل الدرجات دي. طيب نصايح قبل العمليه ونصايح بعد العمليه؟ نصايح قبل العملية، أول حاجة تختار الدكتور الكويس المتخصص. قبل العملية لازم تكون قارع العدسات على أقل تقدير 48 ساعة ويفضل أسبوعين، لكن لو مش هقدر أسبوعين يبقى على الأقل 48 ساعة تكون قارع العدسات قبلها. بس يعني دي النصايح للمرضى. بعد العملية في حاجات تعليمات مهمة جدا، يعني أول 16 ساعة ما ينفعش يدعك في عينيه. أول 16 ساعة لازم ياخد باله جدا إنه ما يتخبطش، ياخد باله جدا إنه هو ما يفركش في عينيه، إن محدش يلمس عينيه، لأن إحنا في العملية بنرفع طبقة من القرنية، الطبقة دي بتلتئم مرة أخرى بعد 16 ساعة، فمهم جدا إن أنا ما أحركش الطبقة دي عشان الالتئام يتم بصورة جيدة. بعد 16 ساعة الأمور دي كلها تبقى خلاص بدأت الأمور تستقر. في حاجات بتحصل بعد العملية لازم العين يبقى فاهم ان هي طبيعيه، شويه حرقان، شويه زغلله، زي ما يكون في رمله في عيني او رمش، ده كله طبيعي جدا جدا وبيختفي مع القطرات في خلال ساعات بعد العمليه. هل يتجنب حاجه او يعني يغسل وشه وما يغسلوش يتفرج عليه؟ يتجنب انه يلمس وشه خالص اول يوم او اول يومين، لان زي ما قلنا اول 16 ساعه بيبقى في طبقه في القرنيه لسه ما قفلتش. فمهم جدا ان هو اول 16 ان هو اول يومين ثلاثه ما يدعكش في عينيه، ما يغسلش وشه، او يعني حتى لو هيحب يغسل وشه دايما نقول للعينين بتوعنا غمض عينك وامسح على وشك بس، بلاش صدام.